يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون لقد بحثت كثيرا في حكمة الصيام في حكمة صيام رمضان واستمعت كما أنتم جميعا لعشرات الحجج التي يقولها آلاف الخطباء والوعاظ ومن يرون في أنفسهم علماء من حكمة الصيام نحن نشعر بالفقير حكمة الصيام أصل الصيام صحة والحقيقة أن العلم نسف كل هذا كله وأدركنا أن الصيام متعب للصحة كما أدركنا أن الصيام وشهر رمضان كاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة لم أرى في صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادي من الله عز وجل افعل وصم فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة هذا الصيام وإن شاء الله عننا ما أدركنا حكمة الصيام ربنا عايزنا نصوم فهنصوم بلاش الاستغراق في بحث عن أسباب هي حقيقة الأمر أسباب لا يمكن أن تمر على عقل ومنطق سليم إنما الحكمة الحقيقية أنك عبد لله والعبد يسمع أمر الله صوموا فنصوم It appears fasting dramatically strengthens our immune system. Researchers at the University of Southern California studied humans and mice who went without food for 2 to 4 days at a time for 6 months. The fasting triggered their bodies to get rid of old, inefficient cells and regenerate new, healthy ones. Well, it's been known for a long time that one way to extend the lifespan of laboratory animals is simply to reduce their energy intake. Fasting does good things for the brain. There's evidence, not just from animals, but from humans, that fasting is good for the body. It will reduce inflammation. It will reduce oxidative stress in organ systems throughout the body. Fasting is a challenge to your brain. And your brain responds to that challenge of not having food by activating adaptive stress response pathways that help your brain cope with stress and resist disease. Humans live on what a quarter of what they eat. On the other three quarters live their doctor. Fasting reduces the enzyme PKA, clearing the way for stem cells to renew, and lowers levels of the IGF-1 growth hormone, which is linked to cancer. One of the study authors compared it to lightening a plane of excess baggage, saying when you starve, the system tries to save energy, and one of the things it can do to save energy is to recycle a lot of the immune cells that are not needed, especially those that may be damaged. So what's good for our spiritual health also appears to be good for our physical health. Lori Johnson, CBN News. وأيضا أحب أن الإسلام يدعونا لنأخذ استراحة من عاداتنا اليومية. نحن البشر مخلوقات تحب العادات. نفعل شيء مرة ثم نستمر بتكراره وتكراره حتى نعتاده. كم شخص منكم يجلس الآن على نفس المقعد الذي اعتاد الجلوس عليه؟ حسناً لا حرج في هذا نحن جميعاً مخلوقات اعتيادية وإذا كانت العادات جيدة كغسيل الأسنان مثلاً فهذا شيء رائع فهذا يزيدنا قوة
عاداتك تستطيع أن تسمو بك وتعطيك القوة والصفاء لتعيش حياة هادئة وصادقة. وأيضا عاداتك تستطيع سحبك للأسفل، لذلك علينا أن نأخذ استراحة من بعض العادات. ما الذي يحدث عندما تحاول التوقف عن بعض العادات؟ عندما تحاول التوقف عن بعض العادات ولا تستطيع، ما هي هذه العادات بالنسبة لك؟ القهوة، السكر، المشروبات الكحولية، المخدرات، العلاقات الجنسية، التسوق، هاتفك المحمول، الجهاز اللوحي، النميمة. أي من هذه الأشياء هي عاداتك السيئة والتي تستمرون في فعلها رغم أنكم تعلمون أنها لا تستحق ولكن تفعلونها؟ هي إدمان، أليس كذلك؟ ولكن لا نستطيع التوقف عنها ودائما نريد الوصول إليها. حياتكم قيمة جدا. أنت تهتم بأن تعيش حياتك لأجل هدف وأن تنمي العادات التي تقويك وترفع شأنك لتكون شخصا أكثر جمالا وحبا واهتماما وعطاء. إذن إذا أخذت استراحة من عاداتك سوف تستطيع أن ترى من يقود حياتك وتعيد نفسك لمقعد القيادة في حياتك. يوجد معنا هنا أشخاص حاربوا الإدمان بنفس الطريقة، ولكل من يريد المحاولة أقول يمكنك فعلها، يمكنك الحصول عليها. حياتك مهمة ولا تقدر بالثمن. هذا هو الركن الرابع للإسلام، الصيام. الصيام ليس فقط عن الطعام ولكن أيضا عن الأنشطة والسلوكيات على حد سواء. القرآن يحث كثيرا على الصوم عن الطعام بالذات، حيث يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لأننا نضع الكثير داخل أجسامنا، أليس كذلك؟ نحن نضغط على أجسامنا، نحن نأكل بشكل مبالغ فيه ونضع قمامة داخل أجسامنا ولا نقدر الجمال الذي نحن عليه. وأيضا عندما نصوم الجوع ليس مجرد نظرية في الرأس بل هو تجربة فعلية تحدث في الجسم عندما نصوم عن الطعام. كم أن رؤية شخص آخر في الشارع يتسول فهذا ليس نظرية، تشعر بالتعاطف لأنك الآن تعرف كيف يبدو الجوع، فيصبح من الصعب تجاهل المتسول. إن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العبقري الروحاني والعبقري الاجتماعي، صنع تناغم واستقرار وصنع مجتمع. الركن الرابع للإسلام الصيام، الإقلاع عن عاداتك، شيء عملي جدا وأنا أحبه. الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية ومصلحة، فلا ينسب العبث إلى شيء من أفعال الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فإذا جميع أفعاله كلها عن حكمة وغاية ومصلحة. ويقول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي همل الرعاء لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا لا يمكن أبدا. فإذا جميع أفعال الله الكونية وأفعاله وتقديراته الشرعية كلها عن حكمة وغاية ومصلحة. فلم يشرع شيئا في دينه إلا لحكمة، ولم يخلق شيئا في كونه ولو ذرة. أنت ترى أنه وش الفائدة منها؟ أنت ترى وش الفائدة منها؟ لقصور عقلك. لكن من خلقها يعلم مصالح وجودها في كونه. لذلك الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة. ولهذه القاعدة يا إخوان ألف ابن القيم كتابا عظيما من مجلدين يثبت الحكمة، شفاء العلي، عشان يثبت حكمة الله عز وجل ويرد على نفاة الحكمة. إن سألتكم من هم نفاة الحكمة؟ الأشاعر. يقول الله يفعل لا لحكمة، حتى يقول قائلهم يقول لو أن الله أمر بالشرك ونهى عن التوحيد لكان ذلك منه حسنا، إذ أنه لم يأمر بالتوحيد لا لمصلحة التوحيد ولم ينهى عن الشرك لمفسدة في الشرك. رأيتم؟ لو أن الله قلب الأمر فأمر بالعقوق الوالدين ونهى عن الإحسان لكان حسنا من الله. لماذا؟ لأنهم ينفون الحكمة وينفون المصالح في أوامر الله. احمدوا ربكم يا أخوان أنكم من أهل السنة. يا زين مذهب أهل السنة، وما أجمله وما أوضحه وما أعبقه وأطهره وأقدسه وأعلاه. الحمد لله أن الله اختارنا من أهل السنة.
نعم.